على حسب واش شفت بالك لا بليسير تاعي بالك كان داير في راسو باللي بليسير غراف مي الحمد لله انا لو برينيت دونك نتقبل لو شوا تاع المدرب مازال الخير قدام انسان يخدم كيما نقولوا سيختو زينو بلعيد فرحنا له بزاف سيختو واحد متزاير في شامبيونات تاع الجزائر دونك صافي بليزير وهذه كيما نقولوا تعطي دعم وحماس للاعبين المحليين باللي يقدروا يكونوا في لاليس دونك ان شاء الله نتمنى له كل خير وان شاء الله نتمنوا الفوز للمنتخب ان شاء الله منتخب نيجر مع المقابله تاع النيجر ما راحش تكون سهله دونك ان شاء الله نتمنى لهم كل خير وان شاء الله ربي يوفقهم ان شاء الله والله الحمد لله احنا لوبجيكتيف تاع الفريق هذا اللي نروحوا هي لا تشامبيونز ليغ اللي نروحوا البعيد دونك مقابله تاع اليوم كانت مع فريق تاع الزمالك اللي كان جاي هو ثاني كان يلعب على لا كاليفيكاسيون وين كنا لازم علينا باش نربحوا المقابله هذه الحمد لله نشكر اللاعبين نشكر الانصار اللي دعمونا ان شاء الله ان شاء الله دونك كيما نقولوا نكونوا الاز نبريباريو ان شاء الله لي ماتش الجايين ان شاء الله باريحيه صح ما يخفالكش كيما تكون في تيرا وتكون في تريبيل ماشي كيف تكون بالك كي تكون في تيرا ما تحسش بزاف لا بريسيون تكون الاز مي كي تكون الفوقه تعيش على الضغط والحمد لله كيما نقولوا نشكر اللاعبين على المجهودات اللي قدموهم هذه والتاهل هذا الانصار هذو اللي جاو ساندونا مختار اليوم والله صافي بليزير عندنا شعار كيما نقولوا نستناو في الشركه هذه وين تجي سيختو فرق هادو تاع وهران ولا فرق لي غرونفيل اللي يستاهلوا ان شاء الله ان شاء الله كيما قلت تكون فيها الخير عليهم وان شاء الله يعودوا الى مكانتهم الاساسيه ان شاء الله. هذا البرنامج برعايه شركه بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس الجمال للكل. زاير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.